سمعت يا شيخ، اتفضلي. أسأل سؤال. دلوقتي أنا ليا جارة، كنت بديها حاجات من عندي وكده، على زي ما عندهاش أكل ماشي، هي بحط فلوسها في جمعيات بتجيب حاجات وكده. أنا ملتزمة بيها إن أنا أديها حاجة زي كده ولا مش ملتزمة بيها؟ أنا مش عايزة أشيل ذنبها، مش عايزة أكون عيلة جعانين وبيتين جعانين، هي قبضها في الجمعيات، أنا كده أشيل ذنبها؟ يعني هي لا تملك الا القبض ده وتوديه الجمعيات. للجمعيات، مش الجمعيات لله، جمعية تقبض فلوسها. جمعية طيب ممكن بتنفق على اولادها. جمعية بتنفق لا على بس اولادها. الجمعية ديت مثلا لجهاز بنت لسه صغيرة ماشي، تمام فأنا دلوقتي بتبات هنا مثلا من غير أكل أو تاخد فلوس تجيب بها لبس أو كده، أنا تمام مثلا بيصعب عليا مثلا أطفال، فأنا ملتزمة بيهم إن أنا أطلع لهم أكل ولا لأ؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. طب اتفضل. والله جزاكم الله خيرا، يعني بارك الله سبحان فيك. الله، عبدي أنفق عليك، وإن بخلت منعت عنك. وأنت يعني حتى سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول إن البطون الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام، فأنت عندما تطعمين نفسا جائعة فأنت قد تصدقت بصدقة قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. حتى عندما دخل الحبيب النبي إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام أول ما قال النبي: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فهنيئا لك الجنة أنت ومن على شاكلتك إن شاء الله، واعلمي أن الله عز وجل سيدخر لك هذه الصدقة اللي هي إطعام الإيه؟ الطعام. وكانت هناك امرأة يعني تشتكي سبحان الله من أسر ولدها في بلاد الروم، فإذا بها تجلس وأمامها رغيف خبز ويطرق عليها الباب، من؟ قال: سائل لم أذق ذواقا منذ 3 أيام. فحملت إليه رغيف الخبز وقالت: خذ. فدعا لها بخير ثم انصرف، ثم رفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب، بحق هذه الصدقة وبحق هذا الرغيف فرج عن ولدي هذا الأسر. سبحان الله، في الليل، في نفس الليلة طرق عليها الباب، من؟ افتحي يا أم. قالت: أفرج عنك وعن الأسرى؟ قال: إلا أنا الوحيد. قالت: ماذا حدث لك؟ قال: بينما أنا في القيود فكت فأعادوها ففكت فأعادوها ففكت. فلما ذهبوا بي إلى أسقفهم إلى العالم بتاعهم فقال له: ألك أم؟ قال له: نعم. قال: أنت بار بها؟ قال له: نعم. قال: اذهب إليها وعد إليها راشدا فلعلها دعت لك. ما شاء الله، صدقة تفرج الكروب، تذهب الهموم، تذهب الأحزان، بارك الله فيك، تعطيك من الدنيا ما تتمنى وكذلك من الآخرة إن شاء الله. بارك الله فيك.